السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود الطيب يحييكم من معبد إدفو، بالتحديد في صالة الأعمدة الثانية اللي فيها 12 عمود من عصر بطليموس الرابع. أول حاجة نلاحظها طبعا السقف اللي هو موجود قدامنا ده من اللون الأسود. طبعا احنا عارفين تعدد الأسباب اللي هم 4 أسباب لوجود اللون الأسود الذي يكسو أو يغطي السقف، منها السناج، من عوامل اللايتنج وعوامل الضحي مثلا في المكان لما كان يتخذوا هذه المعابد كمأوى لهم بعد اللي سكنوا في داخل المعابد، أو تدمير متعمد لما لمحاربة الوثنية، أو نتيجة الوطوات اللي هو الخفاش، طبعا مخلفات الخفاش، أو السبب الرابع اللي هو في دراسة حديثة طبعا بعد دراسة وتحليل عينات من الطبقات الموجودة اللي فيها اللون الأسود دي، اتضح أنها عبارة عن فطريات، لأن اللون الأزرق من اللي هو الكوبر سلوفيت كبريتات النحاس الزرقاء، وكان بيضيف ليه له لهذه الألوان تركيبة اللون نفسها، كان بيضيف بياض البيض أو زلال البيض. لكن في العصر المتأخر والعصر البطلمي الروماني كان بيضيفوا اللي هو الواكس اللي هو الشمع اللي هو بنقول عليه الصمغ العربي. فنتيجة تفاعل الفطريات مع الكبريتات النحاس الزرقاء تكونت الفطريات اللي عملت الطبقة اللي احنا شايفينها دي. فاللون الأسود هنا ناتج عن الفطريات وليس سناج أو تدمير متعمد أو خفاش. فاحنا هنا عندنا بس السقف باللون الأسود ده نتيجة الفطريات. يتشرح المكان ده ازاي؟ عندنا المناظر على اليمين والشمال بتبدأ مثلا هنا على اليمين بكل الريجستر اللي احنا موجود هنا، الملك لابس التاج الأبيض في الناحية دي، بيبدأ المناظر بتاعته من الفاونديشن بتاعه اللي موجود هنا لحد ما ينتهي المناظر بإقداء طقوس وحرك بخور أمام المركب بتاعت حتحور. أما الناحية الثانية هيكون نفس المناظر اللي هي الفاونديشن، مثلا هم 4 ريجستر بس هناخد الريجستر الأخير اللي هو فيه الفاونديشن سينز اللي هو من أهم المناظر اللي بتتشرح في هذا المكان. فعندنا هنا الناحية اللي على الشمال لابس التاج الأحمر، وبيبدأ المناظر بالتاج الأحمر زي اللي هي قصة مصورة عبارة عن مناظر لقصة، تنتهي بأنه هو أمام المركب بتاعت حورس وهو بيكون مرتدي التاج المزدوج، والناحية الثانية نفس القصة أمام حتحور. فإذا هو الملك بيقيم الطقوس مرتين، مرة بالتاج الأحمر ومرة بالتاج الأبيض. ده بيأكد الفكرة أنه هو ملك مصر العليا والسفلى. نفس القصة في مجموعة سقارة لما الملك بيعمل الطقسة اللي هو بيلبس التاج الأحمر في بيت الشمال والتاج الأبيض في بيت الجنوب، وبعد كده بيكون كده بيأكد أنه هو ملك مصر العليا والسفلى. فعندنا هناخد على الناحية الشمال أفضل مناظرها، فهيبدأ هنا الملك بالتاج الأحمر مع حورس، ده الملك طبعا بطليموس الرابع أمام الإله حورس. الملك هنا في المنظر الثاني الخروج من القصر الملكي، ويقرر إن هو هيكرس هذا المعبد للإله حورس. هنا بتظهر معانا حتحور اللي هي بتعمل له عملية بتعرفه على حورس، أو هي الوسيط بينها بين الملك بطليموس الرابع وجوزها حورس. بعد كده بيبدأ لقاء مع إله المساحة والحساب والهندسة في مصر القديمة الإله سيشات، بيعمل تحديد مقاسات المعبد والأبعاد بتاعت المبنى اللي هيكرس للإله، والإله حورس طبعا بيتابع. بعد كده الملك نفسه بيبدأ بسكب الفاونديشن من رمال، وبعد كده تكريس بعض الصخور أو البلوكس اللي هو هيتبني منها هذا المكان. نجدها طبعا بالمنظرين دول هم بيدخل على مقصورة تانية. بعد كده الملك انتهى من بناء الواجهة بتاعت أو مدخل المعبد، طبعا البروبايلون مفروض بيتبني الأول، وبيبدأ بعد كده المرحلة الثانية إعطاء اسم لهذا المكان والنص التكريسي لهذا المبنى. بعد كده بيعمل اللي هو التعبد لإله حورس فيس تو فيس. بعد كده المنظر الكبير اللي بينتهي أمامنا هنا بحرك البخور أمام المركب بتاعت حورس. تمام؟ والملك طبعا هو نفسه بيأدي الطقوس مرة تانية بالجبارد سكين طبعا.
وهكذا. الناحيه الثانيه اهو زي ما احنا ماشيين وشايفين هيبدا يعمل نفس المناظر، المره دي بالتاج الابيض امام الاله حورس، اهو نفس الكلام، والخروج من القصر بالتاج الابيض اللي هو حفر الارض او الاساسات، ادي بالمنظر بتاع الاكس الفاس، بعد كده التكريس، ادي عمليه يعني بيبدا عمليه البناء والتشييد امام الاله حورس، بياخد ابعاد المعبد، بعد كده بيتكرس المقصوره اهو قدام حورس، بيعطي اسم لها عمليه التعبد، ومن خلف حورس حتحور. بعد كده بينتهي المنظر، الملك بالدبل كراون بيحرق البخور وماسك في ايده الثانيه السيستروم بتاعه حتحور. في هنا المركب بتاعه حتحور، الملك هو اللي في المنتصف طبعا بالجيبرد سكين، بنشوف هنا في المنظر ده. من خلالك انت كمرشد ممكن توجه نقطه مهمه تشرحها، تعمل مقارنه بين الملك اللي هو بطليموس الرابع اللي احنا شايفينه ده، لوك ات مثلا الجسم بتاعه، تفاصيل الديتيلز بتاعته سليم، بينما الكهنه بيبانوا فاتس، يعني عندهم بعض التخمه عشان ياكلوا كتير طبعا، استقبال خرابين كتير. واو طبعا. وتتكلم عن في دراسه اتعملت في مانشستر، جامعه مانشستر، دراسه مومياوات الكهنه، وجدوا ان متوسط اعمارهم 45 سنه، وارجعوا ان هم ماتوا بامراض السمنه طبعا من نتيجه الاكل الكتير والدهون والاكل الغير صحي، طبعا ماتوا في سن صغيره. لكن الملوك طبعا بيعيشوا عشان بيحافظوا على صحتهم والاكل الصحي، ورياضيين زي ما احنا شايفين، اللي هو النموذج الامثل كملك وهكذا. والهيلث كير طبعا بيكون اسلام، ده من الحاجات المهمه انت ممكن تشرحها. اتمنى ان انا بينت حاجات كتير في هذه الصاله. محمود الطيب من معبد إدفو، شكراً.